مرحبا بكم متابعي قناة مايو تي في الرياضية في كل مكان. إذا أعجبكم هذا الفيديو من قناة مايو تي في الرياضية فلا تنسونا الإعجاب والتعليق، ولا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. يعني المكون من ثلاث مجموعات، لكن نشوف الضربة الركنية الأول. كرة من ناحية اليمين رايح لها طارق وطني، يلعبها بقدم اليسرى، وادي سويرف، وادي الرأسية، وادي الهدف من بدري جدا، الهدف الأول لصالح نادي الترسانة في الدقيقة الرابعة. الضغط يولد أخطاء، الضغط يولد أهداف، وبيسجل هشام رجب، طلع من الدور الثاني وبيحطها على يمين علي لطفي. من أول كرة يا علي، من أول كرة يا علي بجوار القائم، بيطير هشام رجب منصور وبيحط الهدف الأول للشواكيش، وتبقى مفاجأة منذ بداية اللقاء. لكن يا ترى اللقاء هيكمل على كده؟ الغيابات قلنا عليها كتير من النادي الأهلي، القادم أيضا من هزيمة كان معاه اللاعب أعتقد أحمد ياسر اللي كان راجع في اللقطة اللي فاتت، أو أكرم توفيق، ما عملش الجامب معاه. أكرم توفيق اللي بيلعب في مكان الباك اليمين النهاردة، اللي يشارك بقى النهاردة في النادي الاهلي بالعقوبه. عدى بشكل حلو عند محمد شريف، الاختراقات عند صاحب القدم اليسرى، يا سلام، حلوه 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 حلوه. وشريف، شريف بيسجل هدف التعادل، ومين غيره؟ محمد شريف. كل لما بيدخل ارض الملعب بيسجل، حافظ الطريق، عارف المكان، معاه الخريطه، بيسجل محمد شريف. لكن البينيه 10 على 10، والهدف يستحقه شريف، يستحقه محمد شريف، لان لعب البينية 10 على 10 وبيسجل في الدقيقة 37 هدف التعادل. محمد شريف، بص البينية، بص البينية، لعيب كبير، لعيب كبير محمد شريف، وحب يلعبها احمد حمدي تشيب في المرمى، مش وقت تشيب خالص، كان ممكن يسدد بقوة، لكن عموما عمرو خليل يهيئها لمحمد شريف اللي ببطن رجله يسجل مرة فقط على النادي الاهلي. التعادل موجود 18 مرة. كرة امامية، بيعدي عمر طارق، عمر طارق والتسديدة، والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح نادي الترسانة. عمر طارق بيعدي في غفلة من دفاع النادي الأهلي أو في حراسة. راح كريم نيدفيد لعب باك يمين، وعمرو السولية لعب بجوار هشام محمد. أدي اللقطة، وأدي صبري رحيل عايز يلعب الكرة برجله، الراجل خدها برأسية وراح وسدد، يعني خطأ مزد. كرة أمامية، ادي محمد شريف في دفعه على محمد شريف، لكن تترد. احمد ياسر ريان بيحجز على كورته، يلعبها لشريف، جول محمد شريف، جول بيسجل محمد شريف في الدقيقه 71 كالعاده، بيسجل هدفه الثاني في هذا اللقاء مع النادي الاهلي. الراجل ده بيثبت نفسه، مش مباراه عن مباراه، ده بيثبت نفسه شوط عن شوط محمد شريف. لكن احمد ياسر ريان لمس لمسه سحريه، ما فيهاش اوفسايد. الكره الاماميه محمد شريف ما كانش اوفسايد، لكن في دفعه على خفيف كده من محمد شريف، تترد لاحمد ياسر ريان. يا سلام على المهاره، يا سلام على المهاره، يا سلام على الحلاوه، يا سلام على قرايه الملعب، على المغمض بيلعبها لشريف. هل تخلص في التسعين؟ الجزار طالع، وعمرو السوليه موجود، واحمد علاء، وادي العرضيه والراسيه، خلصت في التسعين، خلصت في التسعين. احمد الشيخ عايز يعمل حاجة وبيعملها الشيخ، وبيحتفل وفرحة من هشام محمد. بص اول لاعب وصل له مين؟ هشام محمد اللي وصل له الكور الثابتة تخلص الهدف الثالث للنادي الاهلي. الفرحة الثالثة الاهلاوية والتقدم الاهلاوي للمارد الاحمر على الشواكيش، اللي قدوا مباراة رائعة، اللي قدوا مباراة فوق الرائعة كمان. ادي الكورة، وادي احمد الشيخ، لحظة لعب الكورة، مفيش اوفسايد، مش محتاجة من صاحب قدم يسرى اللاعب اسلام محارب لواحد تاني اشول احمد الشيخ في المرمى. هدف ثالث لصالح النادي الاهلي، هدفين لمحمد شريف ايضا صاحب قدم يسرى، وهدف ثالث لاحمد الشيخ. اللي عايز يعمل حاجة بيعملها، يقول لي بقى ياخد 90 دقيقة، ياخد ربع ساعة، ان شاء الله ياخد 5 دقايق. احمد الشيخ بيسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي.